الأولى من نوعها إلى مرقد النبي يونس عليه السلام بمحافظة نينوى. الباعثة باشرت أعمال تنقيب بحثا عن الكنوز الآشورية القابعة تحت هذا المرقد الشريف. فور وصول البعثة الألمانية إلى مدينة الموصل مفادة من قبل معالي وزير الثقافة، اتجهت مباشرة إلى مقام النبي يونس عليه السلام واستأنفت عمليات البحث والتنقيب لتحليل واكتشاف ما تعرض له هذا المكان من نبش وتخريب لتعقب مكان الكنوز الآشورية التي تستقر تحت مقام النبي يونس بخمسين مترا، وتستقر بقاعات البلاط والعرش الآشوري الذي يعد مركزا عسكريا وماليا للدولة الآشورية آنذاك. عصابات داعش قامت بحفر اعمال اجراء باجراء عمل حفر تحت المسجد تحت الانفاق على شكل تحت الانقاض على شكل انفاق. هذا انفاق متفرع جدا، صعبه جدا، لكن باعتقادي الشخصي هناك اثار اكثر مما سرقها داعش خلال هذه الانفاق، فمتفائل جدا بوجود اثار للتنقيب. الموصل هي مدينه غنيه بالمواقع الاثريه، وخصوصا مدينه موصل القديمه هي مدينه الاشوريين سابقا. هناك دراسه تاريخيه لتحديد موقع جثه، خلينا نقول بصوره عامه، جثه النبي يونس. اضافه الى ذلك ان المدينه تعتبر مدينه مقدسه ليس فقط للمسلمين، فهي مقدسه للمسيحيين واليهود بصوره عامه. البعثه الالمانيه التي اوفدت الى مدينه الموصل اكدت ان المدينه تستحق الكثير من الاهتمام والدراسه والتحليل لتعقب المدن التاريخيه التي ما تزال مطموره ولم يتم قراءتها واكتشافها الى يومنا هذا. نوجه دعوتنا الى وزاره الداخليه بان تفعل دور شرطه الاثار وباسرع وقت ممكن. ولدينا الآن السيد مدير شرطة الآثار، ولكن ليس لديه إلا عنصر واحد، فنطالب بالإسراع برفده بعدد من الشرطة لكي يتم توزيع على تلك المواقع. وقد توصلت البعثة الألمانية ومفتشية آثار محافظة نينوى إن النبش الذي تعرض له المدرجات الملكية تحت مقام النبي يونس كانت من خلال عصابات محترفة للتنقيب وسرقة مكنوزات الشعوب، والتي دخلت مع عصابات داعش الإجرامية لم تحقق غايتها بالوصول إلى مبتغاها. وتشهد مدينة الموصل وصول العديد من البعثات الاستكشافية لقراءة ودراسة تاريخ المدينة الحضاري، سيما وإن مدينة الموصل لم تعد محط اهتمام محلي فحسب. للعراقية IMN أيهم عمر.